صباح الخير لكل المشاهدين. مثل العادة أنا التنين بطلع عليكم كرمال نتشارك بشوية حركات رياضية، لأنه أنا عم بطلع مرتين بالأسبوع عم جرب انتهز هالفرصة وخصص حلقة نهار التنين لأحكي عن العضلات الموجودة بأسفل الجسم، نعمل lower body circuit. والفقر الثاني أو السيشن الثاني اللي عم بتكون ملحق لقلها الأربعة عم جرب كمل فيها البازل وأعمل upper body workout. لكن اليوم نشتغل على القسم السفلي من الجسم، نشتغل على عضلات موجودين بإجرين بنستعمله نحن بكل الوظائف الحركية تبعولنا. ما في شيء تقريبا نحن وظيفة حركية بنعملها ما بنكون عم نستعمل عضلات الإجرين. الصورة الأولى بتفرجينا من الأمام ومن الخلف وين هالعضلات لوكيتد، لأنه برجع بقول أنا شو أهميتها للصورة لإلكم. أهمية بتكمن إنه بتصيروا تعرفوا فيجولي العضلات اللي انتم عم تشتغلوا عليهم وين موجودين بالجسم. اذا بنتقل للصوره الثانيه، هي عباره عن خمس حركات اللي حنكون عم نقديهم سوا. برجع بقول لكم انا هيدي الفقره اذا بدكم تثقيفيه وتعليميه بامتياز، يعني اليوم انا بنقي الحركات بستعرضهم او بتشاركهم انا وياكم، وبعدين انتم فيكم تتنفذوا هالحركات مباشره معي دغري، بتشوفوا كيف وضعية الجسم عم بتكون وعم تنبسق منك كل هالحركات، أو فيكم كمان بنفس الوقت بعدين تلحقوني على أمين دي بي تي اف انستغرام وتاخذوا البروجرام وترجعوا تشتغلوه بوقت لاحق بنهار. لكن أول حركة رح تكون مجردة من أي اكسسوارز رح تكون عم بشتغلها أنا بوزن جسمي، عبارة هي عن لونج لقدام، أب تو لونج لقدام، ظهر جالس، برجع لهون سكوات لتحت. And I repeat. Two. من هون. Squat. And up again. Switch. برجع النص. سكوات لتحت، ظهر جالس، ما بخلي الركب يقطعوا أصابع الإجرين والظهر بكون جالس، بمعنى أنه ما بيعمل كيرف لقدام، بدل في الاينمنت لسلسله الظهر تبعيتي. برجع كمان مره سويتش، سويتش على النص من هون، سكوات كمان لحديها بعد مرتين، ظهر جالس، سكوات وان مور تايم، وان لاست تايم، أب لهون، سكوات. أول حركة أديناها أنا واقف على إجري، هلا رح نروح على سوباين بوزيشن، رح نستلقي على ظهرنا، رح نعمل بريدجز، أهم شيء الإجرين يكونوا قريبين لهالمنطقة، الدمبل على أسفل البطن، بهدي الدمبل لأنه إذا شلت إيدي بطلع معقولة تعمل رول وتنزل على وجهي. من هون أب 15 مرة، اثنين، معدة دايما مشدودة، ثلاثة، أربعة، خمسة، بعلي قد ما في، فول رينج، سبعة، ثمانية، تسعة، عشرة، 5 مور، 1 2 3 4، 1 مور and 5. برجع. This is exercise number 2. بنتقل لexercise number 3. إذا لاحظتوا عم بشتغل على planes، يعني أول حركة كنت عم بعملها بهالplane، هلا الحركة الثالثة اللي حعملها رح كون عم بشتغل فيها side. اليوم ما بدي فوت بتسميات planes لأنه هي بدها حلقة كاملة، ولكن الجسم بيشتغل على planes، على خطوط معينة. بركي نهار الأربعاء لانه رح اعمل ابر بودي سيركت كمان بنحكي شوي اكثر عن البلينز تبعوا الجسم يلي نحن الحركات بنشتغل عليها. رح اخذ دمبلز، رح اعمل هلا سايد لانج، رح فرجيكم السايد لانج، هي اكسرسايز نمبر 3. من هون رح انزل لتحت سايد لانج واطلع لفوق بهالطريقه، سويتش كمان. إذا بتلاحظوا لما أنزل لتحت الظهر جالس، بمعنى أنه الظهر منه هيك، ظهر جالس، كمان لقدام، سايد، معدة مشدودة،
four more. كمان. هذه مشدودة last one. Perfect. ننتقل كمان لحركة. إذا لاحظتوا اشتغلت حركة لقدام، اشتغلت sideways. أكثر من هيك كمان اشتغلت أنا ومستلقي على ظهري. هلا أنا وبي برون بوزيشن، أنا وبارم لقدام. رح أعمل شيء اسمه leg raises من هون. ظهر جالس، ركاب مشدودين، ركاب مش هيك لأنه الإجر لازم تكون جالسة. 1 2 معدي مشدودة. 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. أنا عملت هالحركة واستعملت الإيكولايزرز، بس أنتوا فيكم تكونوا بوضعية بوش أب على الأرض وتعملوا لجريزز. بنتقل للحركة الخامسة اللي هي آخر حركة بالسيركت. إذا بتشوفوا بآخر صورة تانية 3 sets 1 minute rest in between. لازم هالحركات الخمس حركات نعملهم ورا بعض، ناخد دقيقة رياحة، وبعدين موجودة هلا قدامكم الصورة، وبعدين ترجعوا تكملوا راوند 2 وتكملوا راوند 3. أنا بمحلات معينة بعملها مرة، بعملها مرتين أو ثلاثة حسب الوقت الموجود. هلا رح يكون عندي سايد سكوات، في أعملها بوزن جسمي بهالطريقة من هون أب لفوق أب لفوق، أو في أحط عليها صعوبة. تذكروا أنا كيف بحكي ريجريشن وبروجريشن، يعني إذا قلت بعملها بروجريشن بزيد دمبل مثلا بإيدي من هون، ستارت بوزيشن من هون، جسم جالس، بنزل بعمل شوية روتيشن بطلع مثلا لهون. 2 3 4 5 6 أو حتى 7 يلي بدكم أنتم بتختاروا الحركة. 8 9 معدة دائما مشدودة. 10 منتقل لتاني ميل. تاني ميل رح أعملها بس سايد سكوات. هون يكون عملت شيء اسمه ريجريشن، بمعنى أنه خففت من صعوبة الحركة. تذكروا مش مهم أنتوا بأي ليفل أوف فتنس، مهم أنكم تاخذوا القرار تقوموا على الكاوتش تعملوا الحركة يلي بتناسبكم. بعالم الفتنس اليوم ما في هاي حركة صعبة، هاي حركة هينة، في كل الحركات بتتعدل لتناسب وتكون مفصلة على الليفل تبع كل شخص، وهذا البدع لإله أنا دايماً. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 و10. هيك بيكون سيركت 1 تشيك. خلينا نروح على ثاني سيركت. كيف في عدل بالحركات؟ يعني اكسرسايز نمبر 1 اذا بتتذكروا كان لونج لونج، بعدين سكوات. في مثلا هلا زيد شيء بنقول له اكسترنال ستيمولس، عم زيد وزن على جسمي، مش بس عم بشتغل بوزن جسمي، عندي وزن زائد كمان عم بشتغل عليه. من هون في روح لقدام، رايت لفت، ومن هون سكوات اند اب بعيده. هذه رح تكون اخر حركه واخر استعراض لحركه اكسرسايز نمبر 1 من سيركت نمبر 2. بنزل كمان سكوات، وانا اكيد رح ابقى اشوفكم نهار الاربعاء كمان بحماس زايد مثل كل مره، كرمال شارككم كل الحركات والنولج تبعيتي.
كمان مرة. And up. And up. سكوات لهون. أكيد أنا بختم الفقرة وبقلكم until Wednesday. Get fit, stay fit.